خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحة يوم بعد الفجر فرأى جويريا زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها جالسة تذكر الله جل وعلا، فخرج ولم يرجع إلا والشمس طالعة مرتفعة، يعني زمن طويل وهي جالسة تذكر الله جل وعلا. فسألها: لازلت على هذه الحال، أي تذكرين الله ذكرا عاما منذ أن تركتك؟ قالت: نعم. تخيلوا كم ساعة تذكر الله. قال: قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات كررتها، لو وزنت بما قلت لعدلتهن، أفضل مما قلت كله. أي كلمات هذه تعدل هذه الساعات الطوال؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تغني عن ساعات من ذكر الله جل وعلا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد